بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أتأمل معكم اليوم آية عظيمة مهمة جدا تريح المؤمن، آية فيها راحة، ولكن نادرا ما نتأملها من هذه الزاوية. في أول سورة بعد الفاتحة ماذا قال تبارك وتعالى؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب، إذن أول صفة لمن يؤمن بهذا الكتاب أنه من المتقين. طيب، ما هي صفات المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. سبحان الله، هنا سيعطيك القرآن سلسلة من الآيات، سلسلة من التعاليم، الصلاة، الزكاة، ولكن لماذا بدأ بموضوع الغيب؟ كأن هناك أهمية كبرى في هذا الموضوع. أيها الأحبة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب رقم واحد، ويقيمون الصلاة. بعد ذلك جاءت الصلاة، مع العلم أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وأول ما يحاسب عليه المرء من أعماله الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. الذين يؤمنون بالغيب رقم واحد، ويقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون ثلاثة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك أربعة، وما أنزل من قبلك خمسة، وبالآخرة هم يوقنون ستة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن نحن أمام سبعة أشياء تجعل المؤمن يبدأ بالإيمان بالغيب وينتهي بالهدى. فكأن الله يريد أن يقول لك لن تصل إلى الهداية إلا إذا آمنت بالغيب. فقضية الإيمان بالغيب أيها الأحبة قضية مهمة جدا جدا. إيمان المؤمن أساسا يرتكز على الإيمان بالغيب وليس على الإيمان العقلي، لأن العقل يخدعك، أنت ترى أشياء بعينك قد تكون غير حقيقية. العين لها حدود أيها الأحبة، إذا تحرك الجسم بسرعة معينة أمام عينيك لن تدرك حركة هذا الجسم. لذلك نحن عندما نشاهد هذا الفيديو مثلا، هذا الفيديو هو أساسا عبارة عن صور ثابتة تسير وراء بعضها بسرعة معينة، 20، 30، 60 صورة في الثانية أو 60 إطار في الثانية، فتظن أن هذه الصورة تتحرك، ولكن لو قدر أن يكون لنا عيون مثل عيون النحل أو اليعسوب سوف نرى مجموعة من الصور مركبة بجانب بعضها مثل الصور على الأفلام القديمة، شريط سينمائي لا نرى فيه أي حركة، ولكن لأن بصرنا محدود فإننا نرى الصور الثابتة نظنها تتحرك كما ترونني الآن. إذن البصر محدود. طيب، السمع أيضا محدود، هناك ترددات صوتية لا نسمعها، الترددات التي تطلقها الأرض في حالة الزلازل تسمعها الفيلة والضفادع، نحن لا نسمعها. إذن السمع محدود، الرؤية محدودة لأننا لا نرى خارج الكون إلا في مجال محدد، لا نرى مثلا الأشعة تحت الحمراء، لا نرى الأشعة فوق البنفسجية، لا نرى الأشعة الراديوية. إذن أيضا بصرنا محدود، تفكيرنا محدود، سمعنا محدود. فقضية الإيمان بالغيب أيها الأحبة مهمة جدا، تؤدي بك إلى الهدى، ومن منا لا يحب أن يهديه الله سبحانه وتعالى. معظم مشاكلنا نحن اليوم سببها عدم الإيمان بالغيب. إذا ضاق رزقك أنت لا تعلم ماذا أعد الله لك في عالم الغيب من رزق، فتضيق وتنزعج
وربما تفقد الأمل من الله وتيأس، واليأس في كفر كما نعلم. الإيمان بالغيب يجعلك أكثر قدرة على تحمل الآلام إذا كنت مريضا، لأنك لا تدري ماذا أعد الله لك من الشفاء والفرح والسرور. الإيمان بالغيب يجعلك لا تخشى الموت، تكرهه ولا تخشاه، لأنك تعلم أن بعد هذا الموت هناك لقاء مع مالك الملك سبحانه وتعالى، مع علام الغيوب عز وجل. لذلك علم الغيب هذا يجعلك على هدى، أولئك على هدى، يعني بدأ بعلم الغيب وانتهى أو ختم الآيات أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الغيب أخي الحبيب، ماذا يعني أن تؤمن بالغيب؟ هناك مواقع للملحدين الآن يسعون للتشكيك بالقرآن وبالنبي عليه الصلاة والسلام، ويشككون بالسنة المطهرة، ويشككون بكل شيء. ما هو أقوى أسلوب يجعلك راسخا في إيمانك؟ الإيمان بالغيب، لأنك بمجرد أن اقتنعت تماما بوجود إله عظيم، واقتنعت تماما بهذا النبي الكريم أنه رحمة للعالمين، واقتنعت أن هذا القرآن هو كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم مجيد، حكيم حميد، هذا الأمر يجعلك ثابتا راسخا. والله لو اجتمع كل ملحدي الدنيا وكل مشككي العالم لن يغيروا حرفا من إيماني الراسخ بهذا القرآن العظيم مهما تحدثوا. لذلك تجد أن هؤلاء المشككين يستهدفون فئة الشباب الذين لم تتكون لديهم قضية الإيمان بالغيب، فئة الشباب الذين ليس لديهم إيمان قوي، إيمانهم ضعيف، فتجد أنهم يضلونهم بسهولة لأنه ليس لديهم إيمان بالغيب. يريد كل شيء أن يكون عن طريق العقل، والعقل غالبا ما يخدعك، يقول لك كل شيء لابد أن يكون له صانع. طيب من خلق الله عز وجل؟ يعطيك سؤال عبارة عن مغالطة منطقية، لأن الخالق لا يخلق. من الخطأ أن تقول من خلق الله، لأنه هو الخالق، هو خالق كل شيء، فسؤال خاطئ، يضلونك بهذا الكلام. المشكك يسعى دائما أن يطعن في الأمور الغيبية. لاحظتم أيها الأحبة، ينكر عذاب القبر، ينكر الصراط، ينكر الإسراء والمعراج. ونحن نرى اليوم هؤلاء، يعني لماذا يريد أن يهدم عمود الإيمان بالغيب؟ لأنه إذا هدم أنت فقدت كل شيء، فقدت الإيمان تماما. لذلك عندما يقول لك لا يوجد إسراء ولا معراج، لا يوجد معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد حادثة انشقاق القمر أو معجزة انشقاق القمر غير موجودة، غير صحيحة، لم تحدث، لا يوجد كذا، لا يوجد كذا، سوف تبدأ تفكر بعقلك أنه بالفعل هذا مستحيل أن يحدث. طيب إذن كيف أنت آمنت أن سيدنا جبريل نزل من السماء السابعة وكان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عقليا تقبله أصعب بكثير من أن تتقبل أن النبي شق له القمر، لأنها تبقى معجزات مادية، أو عرج إلى السماء أو كذا، معجزات مادية. أما هنا معجزة أن ملك ينزل ويتحدث مع إنسان ويبلغه القرآن وكذا، هذه طيب كيف صدقت هذه؟ إذن أي أخي الحبيب، الإيمان بالغيب الذي
نتحدث عنه اليوم هو يعتبر أساس ومدخل الإيمان لتصل به إلى الهداية التامة إلى الله تعالى. لذلك أول صفة للمؤمنين أو المتقين في القرآن، أول صفة على الإطلاق هي هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة هي الإيمان بالغيب، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الخاشعين، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.